السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود رؤوف. في الكورس بتاعنا إن شاء الله هنتكلم عن مكتبة كيفي. للي ما يعرفهاش، مكتبة كيفي هي مكتبة مفتوحة المصدر، من خلالها بتقدر إنك تعمل تطبيقات الأندرويد والأي أو إس والويندوز فون وكمان اللينكس والماك، كل ده بكود واحد بتقدر إنك تحوله للتعامل مع أي نظام تشغيل من اللي إحنا قلناه. مشكلة المكتبة إن ملهاش شرح كامل على النت، أو ملهاش كورس كامل إنك تتعلم منه وتقدر إنك تتعامل مع المكتبة. كتير بيحطك مثلا في مرحلة الأساسات ويسيبك، أو بيحطك في مرحلة الأدفانسد أو بيشرح مشاريع على طول. في الكورس بتاعنا إن شاء الله هناخدك من مرحلة الأساسيات، من بداية تصطيب المكتبة لحد ما نبني أول تطبيق خاص بينا في المكتبة إن شاء الله. الكورس بتاعنا بيتكون من الأساسيات والأدفانسد والمشروع. في كل درس هنبدأ في البداية بشرح نظري عن اللي هنعمله في الدرس، وبعد كده هنبدأ نشرح عملي، وهسيب لكم الأكواد اللي هنستخدمها في آخر كل سيشن. أتمنى إنكم تتابعوني، وأي حد يقف قدامه مشكلة يكلمني على طول. سلام عليكم.